وتنفيذ ورق الطريق حول الولاء عليه وايضا تثمينه وصيانته. اعتبار هذا الاخير هو جزء يعني من الهويه او القطاع الثقافه والفنون يتعلق بالتراث الثقافي المادي. انا اود ان اشكر فريق عمل لوضع الورقه الاوليه، لان هذه اللجنه ايضا تقوم نسعد اليوم كثيرا بالإشراف على تنصيب اللجنة الوطنية ما بين القطاعية على مستوى وزارة الثقافة والفنون بتكليف من السيد الوزير الأول. هذه اللجنة التي ستعنى بوضع وتجسيد ورقة الطريق لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي والمحافظة عليه وحمايته من كل محاولات السطو والاستيلاء عليه بغير وجه حق. هذه اللجنة اليوم التي ستضم العديد من القطاعات الوزارية، فيه وزارة الخارجية، التربية، التعليم العالي، الاتصال، السياحة والعديد من القطاعات الأخرى، الهيئات الرسمية مثل المجلس الأعلى للشباب، المرصد الوطني للمجتمع المدني، الأسلاك أمنية وعسكرية أيضا. في هذه اللجنة ستقوم من خلال المحاور الكبرى للاستراتيجية التي سنعمل على تعزيزها وعلى إدخالها حيز التنفيذ يعني في أقرب الأجل. ستعمل بالدرجة الأولى على تحيين الترسانة القانونية.